نعم، هل رضيتم بما جاء في البيان الثاني للمجلس الأعلى للقوات المسلحة؟ كيف يعني وجدتم هذا البيان؟ لا، هو لحد دلوقتي مبارك رئيسنا، لا مبارك لازم ينزل، لان هو واحد حرامي، ما ينفعش واحد اللي جنبنا حرامي سرقنا وقتل الشهداء. دلوقتي تحت هنا جايبين عربيه حاطين عليها صور الشهداء، شباب صغير جدا ذنبه ان هو يموت. ومبارك وتاثرت بالناس دي كلها انها ماتت. شكرا لك رحاب بركات، كنت معنا من امام قصر التين الرئاسي بالاسكندريه. نظل في اجواء القصور ومحيطها، يعني نتحول الى محيط قصر العروبه، ومعنا من هناك مراسل الجزيره مصطفى كفافي. مصطفى كفافي، في اخر اتصال لنا بك قلت بانك شاهدت اعدادا من السيارات التي تنقل المتظاهرين الذين بداوا يتدفقون باعداد كبيره الى محيط قصر العروبه. نعم صحيح عبد الصمد، يعني كما ذكرت لك ان هذا المشهد ربما يعني اخذ في التزايد، عدد كبير من المتظاهرين اتوا بالفعل هنا، احداهما في الشمال واحداهما في الجنوب، تحيطان بالقصر الرئاسي من ناحيتين منفصلتين. المظاهره الثانيه ربما بدات من محيط مسجد النور بالعباسيه، هو جامع كبير يتسع لالاف المصلين، خرجت سيرا على الاقدام من مسجد العباسيه حتى وصلت الى امام نادي هليوبس بجوار القصر الجمهوري وبجوار المقر الدائم للحرس الجمهوري.